الله أكبر، استهداف طيران مروحي. الحاجة أم الاختراع. انطلاقا من هذا المبدأ، بدأ الثوار بليفي، حلب وإدلب بالعمل بكل جهد على تصنيع صواريخ مضادة للطيران، وقد استطاعوا تصنيع أول منظومة دفاع جوي تحت اسم صواريخ رصد، وتطلق هذه الصواريخ بقوة كبيرة بمعدل 2500 متر على ارتفاع يتراوح من 3 إلى 7 كيلومترات، وقد أثبتت فعاليتها بشكل جيد بطرد طائرات النظام من سماء العديد من المناطق المحررة بهدف تخفيف معاناة الأهالي من القصف المتكرر لطائرات النظام عليهم في الشمال السوري. بعد تحرير عدة مناطق في محافظة إدلب وريفها، كنا نتوقع انتقام النظام من المحافظة، وفي ظل تخاذل العالم عن نصرتنا وتأمين مضاد الطيران الذي تحتاجه ثورتنا في كثير من المناطق، فقد لجأنا إلى العمل بجد ومحاولة تصنيع مضاد محلي لطيران الطاغية، فسعينا بكل الطرق من أجل تأمين ما يدفع عن أهلنا هذا القصف ويبعد عنهم شر هذا النظام. وهذه الصواريخ قد أثبتت نفعها بشكل جيد على الأقل بطرد الطيران من سماء المحافظة، وهذا العمل حتى يكون متكاملا نحتاج لتنصيب عدة قواعد على أطراف المحافظة لكي يتم إطلاق عدة صواريخ بآن واحد لكي تكون الإصابة محققة. يأتي هذا العمل بعد أن فقد الثوار الأمل في استلام صواريخ مضادة للطيران وعدم تلبية مطالبهم بالحظر الجوي منذ بداية استخدام النظام لطائراته لقمع الثورة السورية، ويؤكد الثوار إن تصنيع هذه الصواريخ أمر في غاية السهولة إن توفرت مواد التصنيع. بعد هذا الخزاء العالمي الفاضح، وبعد أن تكالب علينا النظام بصواريخ حقده وبراميل بطشه، لجأنا إلى التصنيع المحلي صواريخ رصد. هذه الفكرة التي ولدت في الغوطة الشرقية وتحولت إلى الشمال السوري في حلب وإدلب وريف حماة. هذه الصواريخ تنطلق بسرعة 1 كيلو في الثانية، تصل إلى مدى 6 أو 7 كيلو متر. طبعا نحن بنعاني من كثير مشاكل، أكبر هذه المشاكل هي عدم توفير مواد التصنيع لهذا الصاروخ. يعانون الثوار بشكل كبير من ضعف الإمكانيات لديهم، وقطع الطرق يعد من أكبر المعوقات التي تحول دون توفير المواد التصنيع الأولية. بعد عمل شاق للثوار دام لأكثر من 3 أشهر، استطاعوا توفير منظومة الدفاع الجوي رصد التي تزيد الأمل في حظر جوي في الشمال السوري بهمة أبناء هذا البلد، وبالتالي ستبقى المناطق المحررة بعيدة عن براميل النظام المتفجرة التي قتلت آلاف الأبرياء. أحمد الجربان لأورينت نيوز، ريف إدلب.